النهاردة احنا مع حضراتكم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، هنحضر مع بعض معرض أجرينا الدولي المتخصص في الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية. بتلاقي في هذا المعرض كل حاجة خاصة بهذه الصناعات من الإبرة للصاروخ. كفاية أن أقول لحضراتكم أن داخل هذه القاعات في أكثر من 350 شركة مصرية وعربية وعالمية بتقدم أحدث تكنولوجيات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. كالعادة هنقابل الجدعان في هذه الصناعات وهنتعرف على التحديات اللي بتواجههم وهندعمهم ونسندهم عشان يقدروا يكملوا. طبعا أنا بتكلم عن الناس اللي ياما شافت أيام حلوة وخير في هذه الصناعات وما ينفعش يفرطوا فيها. خليكم معانا عشان هنبدأ جولة كبيرة جدا ما بين شركات معرض أجرينا.